اليوم نطلق الدورة الثانية لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في مؤتمر تواصل، نظرا لأهمية هذا المؤتمر ونظرا للوجود الشبابي المتميز. هذه الدورة اختلفت عن الدورة السابقة، بحيث أخذنا توجيهات سيد حسين فيما يتعلق بزيادة الحوكمة، فقمنا بتعديلات على دليل الجائزة، وقمنا أيضا بتعديلات على نظام الحوكمة المتعلق بالجائزة. ركزتم أيضا دولة الرئيس من خلال اجتماعات مجلس الأمناء على الشفافية وعلى النزاهة، وهذا ما قمنا به من خلال نظام الجائزة ومن خلال أيضا التعديلات التي وضعت على دليل الجائزة. العام الماضي تقدم للجائزة 25,000 متطوع، تأهل منهم 3,157 لغايات التقييم المكتبي، وهذه المبادرات شملت 300,000 ساعة تطوعية و50,000 مستفيد من هذه البرامج التطوعية. نثمن دور من ساهم في نجاح الدورة الأولى للجائزة، ونتطلع إلى شراكات فاعلة خلال الدورة القادمة. ننظر أيضا بأن تكون هذه الجائزة وتنطلق كما أشرتم دولة الرئيس في كلمتكم وفي لقاءاتكم إلى العالمية، فإن شاء الله في الدورات المقبلة نخرج من المحلية وتصبح هذه الجائزة إقليمية وعالمية. تم استحداث أيضا فئة جديدة لأفضل مشروع تطوعي متميز للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهذا يعني هدفنا أيضا كان بإدخال المؤسسات الربحية، وهو نوع من أنواع التشارك والتواصل مع شركات القطاع الخاص. نتطلع إلى مشاركة كافة فئات المجتمع الأردني، ونتطلع أيضا لإطلاق رابط الجائزة هذا اليوم أيضا بالتزامن مع مؤتمر تواصل، وأيضا هناك مساحة مخصصة للجائزة في الساحة الخارجية ندعوكم جميعا لزيارتها. التطوع ما بيصير إلا بهمتكم يا شبابنا وشاباتنا.